كرجل أديب وفي الناس دي تعيش كنا واحد حب كبير تملي كانوا بيجوا الناس يصوروا شباب عم بزعل دي تعيش اختار سماح الصغاري هو اللي يقوم يعني بالصرف دي التاريخ دي المدينة اللي نظرا البحث اللي كان عنده عميق عن المدينة والفن والثقافة في المدينة وكانت منا وكانت صفقه على السين وحقوق المدينة الشباب
مش هذا حلف للنساء شنو هذا؟ كان سؤال اطرحوا نفسه ونخليكم مع أن تنتقد من الأطرق مجموعة اللي كانوا منظمين. أحمد سيدي وصلنا للنهاية المهمة